صحيح أن أطياف المعارضة الفنزويلية تتفق على هدف إسقاط نظام الرئيس نيكولاس مادورو، لكن هذه المعارضة لا تظهر بجسم موحد يخولها تحقيق أهدافها. المائدة المستديرة للوحدة الديمقراطية هو التحالف الذي يضم أحزابا يمينية معارضة، وهو تحالف متشرذم بغياب أبرز صقوره. فزعيم المعارضة أنطونيو ليديزيما فر من مقر إقامته الجبرية إلى كولومبيا ومنها إلى إسبانيا، والمعارض ليوبولدو لوبيز قيد الإقامة الجبرية بعد اتهامه بالحض على العنف خلال احتجاجات عام 2014 ضد الرئيس مادورو. أما المعارض إنريكي كابريليس فممنوع من تولي أي منصب حكومي لمدة 15 عاما بسبب مخالفات إدارية، ما يعني أنه لا يستطيع الترشح. إعلان القيادي المعارض هنري فالكون ترشحه للانتخابات زاد الانقسام في صفوف المعارضة، فترشح فالكون يتناقض مع استراتيجية المعارضة لمقاطعة الانتخابات. فصل آخر من فصول الخلافات داخل صفوف المعارضة تجسد بقيام 4 حكام ولايات من أصل 5 من حكام الائتلاف المعارض المنتخبين في عام 2017 بأداء اليمين الدستورية أمام الجمعية التأسيسية التي لا تعترف المعارضة بشرعيتها، ومع رفض حاكم ولاية زوليا أداء اليمين منع من تقلد منصبه، ما استدعى إعادة الانتخابات في الولاية ونتج عنها خسارة المعارضة. والآن نعود إليك.